هذه عناوين الحلقة. في البداية كذا أبغى أقول كلام كذا مهم جدا في قضية اللاعب محمد نور. صدر القرار اليوم من محكمة الكاس الرياضي حول اللاعب محمد نور بتثبيت أو بالعقوبة، خلينا تأييد قرار الاستئناف المرفوع من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بتاريخ 9/5/2016، نقض القرار الصادر من لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات، إيقاف اللاعب محمد نور لمدة 4 سنوات تبدأ من 15/12 تبدأ من اليوم، ويتم دفع التكاليف وهالتفاصيل. طبعا في ناس متوقع اليوم ان احنا حنكابر ولا مثلا، يعني مش هذه لعبتنا. احنا في البرنامج هذا نروح يعني لأقصى درجات الحق اللي نعتقد انه حق ونعتقد انه مهني ونعتقد انه صحيح. طالما هذا القرار صدر وهو قرار محكمة الكاس وقرار نهائي حول محمد نور، إذا محمد أخطأ واستحق العقوبة. لا يوجد أحد فوق القانون. وقفنا مع محمد نور من أول يوم وحتى هاليوم كان من منطلق البريء حتى تثبت إدانته متهم، وبالتالي الرجل كان يستخدم كل القنوات الشرعية القانونية الموجودة من لجنة استماع إلى لجنة استئناف إلى الفيفا اللي استأنفت، يمكن لحالها يمكن مو لحالها بس احنا بنقول بالحالها، إلى محكمة الكاس وصدر القرار. طالما هذا القرار صدر وحسم الأمر، إذا محمد نور أخطأ ويستحق العقوبة، وأي لاعب يخطئ يستحق العقوبة. ليش دفعنا عن نور بكل قوة؟ دفعنا عن محمد نور لسببين، واحد بالعقل واحد بالقلب. بالعقل أنه متهم بريء حتى تثبت إدانته، بالقلب لأنه محمد نور في داخلي حزين، أنا زعلان، أنا جدا زعلان أنه محمد نور توقف. ما حطلع اليوم وأقول لكم ماني زعلان، بالعكس ولو أنه محمد نور ما حيلعب كورة مرة ثانية، بس أنا ما أبغى هذا المكان أو هذا القرار يصدر في تاريخ محمد نور، لأني أحب هذا اللاعب وبكل قوة يعني. ولذلك ما راح أقول ماني بزعلان عليه، أنا زعلان أنه هالقرار صدر ولو أنه مو بلعب كورة. تقولوا لي والله عشان الاعتزال أنه مو بلعب إلا بعد 4 سنين، مش قضية يعني. ماجد عبد الله لعب اعتزال بعد 10 سنين وملأ الملعب وبرى الملعب جمهور، وكانت ليلة من ليالي العمر. مش القضية اعتزال محمد نور أنه راح يلعب الآن ولا ما راح يلعب الآن. الحزين الواحد عليه اليوم هو كمية وحفلة الشماتة اللي صارت، وهذا الكلام احنا قلناه يوم قرار الاستئناف اللي رفع الإيقاف عن محمد نور. قلنا وقتها تخيل أنه لجنة الاستئناف أيدت القرار الأول وثبتت العقوبة على محمد نور، كان حيشرحون محمد نور. اليوم ادخلوا على تويتر ولا كأن هذا اللاعب، يعني في ناس تقول لك المسلم السعودي المدري مين في القضايا، ولا كأن له دخل بهذا كله. شتايم سب، في ناس تعامل على أنه مدمن، في ناس رسميين تعاملوا مع الموضوع اليوم بانتصار شخصي وفرح شخصي. هذا اللاعب طوال تاريخه الرياضي هو أكثر لاعب تمت الجرأة عليه إعلاميا وغير إعلاميا. محمد نور تاريخ مرصع بالذهب في هذه. أخطأ، نعم أخطأت وتستحق العقوبة. وبقول شغلة، لو محمد نور قرر أنه يروح للمحكمة السويسرية يعني كخطوة أخيرة، تعتبر خطوة نهائية وموجودة من ضمن الخطوات القانونية، لو محمد الآن قرر أنه يروح للمحكمة السويسرية، حنوقف وراء محمد نور لنشوف قرار المحكمة السويسرية. بس هو إلى الآن ما قرر، لكن لو قرر، يعني يجيني خبر على الهواء مثلا محمد نور قرر أنه لا بروح للمحكمة السويسرية كورة اللي قبل 7-8 شهور، حياخذ نفس الموقف وحنوقف وراء محمد نور. ليش؟ لأنه هذه مرحلة تقاضي وحنوقف مع اللاعب. إذا ما قرر وقبل العقوبة إذا هي مستحقة. أخطأ محمد نور، لا يوجد أحد فوق القانون. محمد نور في هذا الموقف هو مخطئ في تاريخه الكبير، يعني المرصع بالذهب. محمد نور مش أسطورة بصراحة، محمد نور مش أسطورة، محمد نور أسطورتين بعد، لأنه هذا اللاعب لا يمكن يعني يحذف تاريخه ويهمش تاريخه بعقوبة وخطأ. خطأ وعقوبة لا تنفي ولا تمسح هذا التاريخ العظيم. حفلة الشماتة اللي صارت في محمد نور، أنا وأنا كنت فقط من الإعلاميين اللي شوي دافعوا عنه، يعني جاني شتام الله به عليم. ولكن والله لو ترجع الأمور مرة ثانية قبل 8 شهور أو 7 شهور لنفس المواقف، راح ناخذ نفس القرارات، راح ناخذ في البرنامج نفس المواقف،
وراح نقول نفس الكلام اللي قلنا. أخيرا تسألوني عن رأيي الشخصي عن ولدي عبد العزيز الله يحفظه، أتمنى أنه لما يكبر يطلع لاعب عظيم مثل محمد نور. واصل قصير بعد.